السلام عليكم. اليوم نعرفكم بصناعة الأنابيب في الجزائر، بما أنه يعني الجزائر دولة منتجة للبترول والغاز، كان ولا بد على الجزائر أن تطور صناعتها في ميدان الأنابيب التي تنقل خاصة الغاز والبترول، بالإضافة إلى أشياء أخرى كالماء والتنقلات الكبرى تاع المياه من يعني من عبر السدود. اذا تم انشاء فرع نتاع لصناعه الانابيب في مكان يسمى بشركه الاساناس، واللي بعد 2006 تم اعاده هيكله نتاع شركه الاساناس هذه الى عده فروع، منها فرع مختص بصناعه الانابيب واللي أنشأت بموجبه في 2006 مصنع لإنتاج الأنابيب في غردايا بسبب قربها للمنشآت البترولية والغازية، وكذلك كان مصنع آخر في عنابة لإنشاء لصناعة الأنابيب. ثم نضاف إلى ذلك بعد الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في ميدان الحديد، تم إنشاء فرع آخر ثالث لصناعة الأنابيب من طرف شركة توسيالي الجزائرية التركية، كما نعلم شراكة 49-51%. إذن هذا هي ثلاث شركات كبرى تهتم بتصنيع الأنابيب، والجزائر كانت سباقة في هذا الميدان مدة 40 سنة مع كان شركة أساناس اللي كانت تصنع في هذا الميدان. اليوم نعرفكم بواحدة من الشركات هذه، وهي شركة صناعة الأنابيب في غردايا، والتي تم يعني تحديثها واقتناء معدات جديدة عصرية في صناعة الأنابيب وتطور الإنتاج تاعها، وإلى سوف نشاهد على أي حال كل هذا في هذا الفيديو. نخليكم في رعاية الله وحفظه، ومتابعة مشاهدة شيقة، والسلام عليكم.